الفنانة نور أدري، بنرحب بيكي في تلفزيون اليوم السابع. في البداية خليني أقولك مبروك على فيلم عنب. الله يبارك فيكي، شكرا. عايزينك تكلمينا عن دورك في فيلم عنب، وإحنا طبعا عارفين إن المجموعة اللي معاكي أو معظم المجموعة اللي معاكي كانوا معاكي في SNL، فكلمينا عن كواليس الفيلم، أو الأول كلمينا عن دورك في الفيلم. أنا عاملة دور دينا، هي خطيبة ليسي، وبعدين بيحصل موقف كده جوه الفيلم، فبتتقلب كل الحاجات وبتتقلب كل المواقف، من خلالها بتيجي موقف الضحك بقى والحاجات اللي جوه الفيلم. طب كلمينا عن الكواليس خلال تصوير الفيلم مع مجموعة انت صورتي معاهم قبل كده او كنت معاهم قبل كده اشتغلتي معاهم. بصي، انت دايما SNL يعني الناس بتبقى فاني وبتضحك وبتهزر، احنا طول الوقت كده، خصوصا احنا نعرف بعض بقالنا سنين يعني 10، فدي كانت من احلى الحاجات الصراحة، ان احنا كنا جوه اللوكيشن بنهزر وبنضحك وفي نفس الوقت بنشتغل، فكانت بصراحة من أحلى الأوقات اللي أنا قضيتها في الفيلم. أنا دلوقتي بخلص الفيلم بتاع المستريحة، في كذا حاجة بس لسه بشوف الورق بتاعها، يعني لسه ما خدتش قرار فيها الصراحة. المستريحة مع الفنانة ليلى علوي طبعا، كلمينا عن التمثيل قدام فنانة كبيرة بحجم ليلى علوي، كنت إزاي كواليس تصوير الفيلم؟ مدام ليلى من ألطف الناس اللي أنا اشتغلت معاها، ست محترمة جدا وديسنت قوي، ومش مقفله ان هي ممكن تقفل عليكوا افيهات او تبقى عايزه الموضوع زي ما مكتوب، لا بالعكس، سايبانا نعمل الحاجات زي ما احنا عايزين براحتنا، مش ضغط علينا في حاجه، لا وبنضحك وبنهزر، واللوكيشن برضو لطيف قوي. تكلمين عن دورك في الفيلم. لا بص، انا مش هقدر اتكلم في الدور ده لانه في حاجات كتيره متغيره، يعني في كاركترز شويه مختلفه جوه الفيلم، بس هو فيلم حلو وورقه حلو قوي. عمرو صلاح اشتغلت معاه قبل كده اكتر من مره، والمخرج بتاع الفيلم والكرو لطيف قوي، ليسي برده معايا، مصطفى غريب، محمد رضوان، في كرو كتير وضيوف شرف كتير. طيب لو مشروب عنب موجود في الحقيقه هتتمني تنسي ايه لمده يوم؟ انسى ايه؟ لا مش هنسى حاجه يعني، لا مواقف معينه انساها لمده يوم مش لا لا ممكن لا مفيش حاجه لا مفيش حاجه مفيش حاجه لا كل الحاجات الحمد لله كويس، عشان ما بقاش انا بقول حاجه، لا انا راضيه كل حاجه حلوه. ما اتجوزش تاني. كلنا والله ما مش هنكررها، بس الحته في حته الالتزام في الشغل عندنا صعب قوي الصراحه، ان انت تبقي ملتزمه ببيت وبعيله مع الشغل، ده مجهود، فننسي نفسي انسى التعب ده او الارهاق ده. بس بتوفي ازاي ما بين شغلك وما بين بيتك والاطفال؟ لا هم بصراحه مساعديني كتير قوي، يعني هم عاملين لي سبورت كبير قوي، بس في نفس الوقت انا بعمل اللي عليا، يعني برضو باجي زي اي ام او اي زوجه، بعمل الاكل وبجهز البيت، الالتزامات، المتطلبات، كل في لسته كده بتتعمل، فدي غصب عنك لازم تعمليها، ما تبقيش مقصره في حاجه، خصوصا ان انت اوريدي بتقعدي وقت طويل في الشغل، فما تبديش معاهم، فاكيد اذا كان حمزه محتاج وقت تقعدي معاه او كده، فهم الحمد لله يعني ربنا يخليهم لي يا رب. ميرسي، ربنا يخليك، شكرا، الله يبارك فيك، شكرا.